شفتك تالفه ياك لاباس؟ غير خلا الله بنتي، راه هضرت بيا الدنيا وتسد في وجهي كاع البيبان. ياك ما محتاجه لشي حد اللي يعاونك؟ ايه بنتي، راني ما كرهت، راني عييت بطلعوا هبط في المحاكم. انا طالبه في كليه الحقوق، وعندنا في الكليه عياده قانونيه كتعطي الاستشاره والتوجيه القانوني بالمجان للناس اللي محتاجين مساعده وما في حالهمش. وفين كاينه يا بنيتي هاد العياده القانونيه؟ كليه الحقوق هنا في المحمديه. وعلاه زعما يخليوني ندخل وانا مرا كبيره؟ اييه لالا، العياده القانونيه مفتوحه للجميع، وخصوصا الناس اللي محتاجين مساعده بحالك، لحقاش هي دارت بتعاون ما بين جمعيه عداله من اجل الحق في محاكمه عادله وجمعيه محامون بلا حدود مع كليه الحقوق والعلوم الاقتصاديه والاجتماعيه بالمحمديه، اللي وفرت لهم المقر ديال هاد العياده القانونيه. ايوا شنو كاع غادي يديروا ليا بالضبط؟ في العيادة كاينين 4 ديال المحاميات، وحدة مكلفة بالمشاكل ديال النساء المعنفات، وحدة مكلفة بالمشاكل ديال الأطفال في وضعية صعبة، وحدة مكلفة بالمشاكل ديال المهاجرين واللاجئين، وحدة مكلفة بالمشاكل ديال السجينات والسجناء. ويمكن لك تعرضي عليهم المشكل ديالك، وهما غادي يوريوك شنو غادي ديري، ويعطيوك الاستشارة والتوجيه القانوني بالمجان. أجي، واش ممكن لهم ياخذوا مني الدوسي ويتكلفوا به قدام المحكمه؟ ممكن، على حسب المشكل القانوني اللي عندك، لكن الا ما كانش ممكن اكيد غادي يوجهوك للجهات والجمعيات اللي ممكن انها تكلف بالدوسي ديالك. وانا يا بنيتي عيانه، الا ما كانش بامكاني نمشي لهاد العياده شنو ندير؟ اتصلي بالرقم 06-22-81-60-46، وهما غادي يجاوبوك فين ما كنتي، وغادي ياخذوا منك المعلومات وتفاصيل المشكل ديالك، والسر ديالك راه في بير. ومن بعد غادي يتصلوا بك ويقولوا لك شنو خاصك ديري.